كما كنت عارف، مقابلة غدا مقابلة كبيرة بزاف لبؤة الأطلس، غيشرفونا. فكما كنت عارف، الدور الثاني لأول مرة منتخب نسوي كيتأهل للدور الثاني، إنجاز لي زوين بزاف بزاف بزاف. صراحة كنتمنى غدا المنتخب النسوي يكون موفق. كما كنت عارف، مقابلة صعيبة ضد المنتخب الفرنسي، كنعرفوا اللاعبات الفرنسيات، المستوى الكبير ديال البطولة الفرنسية، مستوى اللاعبات المحترفات في فرنسا، المدرب إيرفيرونار، بزاف ديال العوامل اللي كتخلي بان المقابله ما غاديش تكون سهله، خصوصا وان المنتخب المغربي منتخب حديث العهد كما كنعرفوا، في اول مشاركه ليه في كاس العالم، تاهل الدور الثاني في انجاز نقدر نقولوا رائع وزوين بزاف بزاف بزاف. صراحه نتمنى غدا المنتخب الوطني ما يتلقاش هدف مبكر ويدخل في اجواء المقابله، ولما لا مباغته الفرنسيات بهدف، ومن بعد لعبوا الكره اللي كنعرفوا علينا، لو بلوك، نعتمدوا على لي كونتر، خصوصا في ظل الدفاع اللي عندنا مزيان. نتمنى الرميشة تكون غدا في نهارها بحال المقابلة السابقة، نتمنى كذلك غزلان شباك وتاكناوت يكونوا في نهارهم، وبيان سور لاطاك يكون موفق قيادة ابتسام الجريدي. صراحة المقابلة كبيرة 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 بزاف، كنتظروا منها الكثير، وكتلعب على جزئيات صغيرة خصوصا في هذه الأدوار المتقدمة في نهائيات كأس العالم. ما بقاش منتخب كبير وصغير، دونك انت وصلتي هنا راه عندك لا باز كما كنقولوا، وعندك المؤهلات باش تقدر تمشي الربع النهائي. نتمنى صراحة من القلب ان لبؤة الأطلس يوصلوا الربع النهائي، ولما لا الذهاب بعيدا في هذا كأس العالم، ونتفكروا عاوتاني الإنجاز التاريخي ديال أسود الأطلس، وكنتمنى كل خير لبؤة الأطلس غدا إن شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.